سجلت غرفة ضباط عملية الارتباط والتنسيق لرصد الخروقات 143 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال 24 ساعة الماضية. وأكد المصدر في الغرفة أن الخروقات تضمنت تحليق 10 طائرات تجسسية فوق أجواء الحديدة وكيلو 16 وحيص والجبلية والتحيتة، واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية، وستة خروقات بإلقاء طيران تجسسي قنابل على حيص، وشملت أيضا 23 خرقا بقصف مدفعي و107 خروقات بالأعيرة النارية المختلفة.